أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج تكافل، تأتيكم عبر قناة المغاربية في لندن. سيكون موضوعها يتعلق متعلقا بغلاء الأسعار الذي يهدد الاستقرار في المجتمع، في المجتمع المغاربي أساسا، والمجتمع المدني يحاول تعويض غياب الحكومة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن يلقي ارتفاع الأسعار بظلاله الثقيلة على حياة المواطنين والأسر في المنطقة المغاربية، وهي قضية عادت مجددا لتطفو على سطح الواقع، وباتت الشغل الشاغل لأفراد المجتمع كونها تنعكس بصورة سلبية على حياة الناس وكذلك على الترابط الاجتماعي في ظل أزمة اقتصادية صعبة تعصف بهذه الدول. معي للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ مهدي شخمان، القيادي في النقابة الوطنية للتجار والمهنيين من الرباط. مرحبا بك أستاذ المهدي، وشكرا لقبول الدعوة والمشاركة. ومعي كذلك سيدة زينب العنابي، رئيسة المنظمة التونسية عطاء من تونس. سيدة زينب مرحبا بك وشكرا جزيلا للالتحاق بنا. وكذلك الأستاذ زكي حريز، رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلك، معنا من الجزائر. مرحبا بكم ضيوف الكرام. قبل الشروع في نقاش هذه القضية، معنا ثلاثة دول من المنطقة المغاربية أو ممثلين عنها، تونس، الجزائر والمغرب، لنحاول أن نفهم هذا الوضع العاصف، الوضع المعيشي الذي يعصف بهذه المنطقة المغربية. طبعا الدول الثلاثة فقط نموذج لباقي الدول خاصة موريتانيا وليبيا، لكن الوضع في نهاية الأمر لا يختلف كثيرا، قد يختلف في بعض جزئياته. عموما وضع المنطقة المغربية شبيه جدا. لو أبدأ معك من تونس سيدة زينب، هذا الغلاء الذي يعيشه التونسيون اليوم، وإحصائيات تتحدث حتى عن ارتفاع نسبة الفقر في تونس، ارتفاع عدد الفقراء قد يصل إلى 4 ملايين، ربما من أصل 12 مليون ساكن، يعني 20% أو حتى ربما يزيد عن 20%. ما مرد بداية موجة غلاء الأسعار هذا؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. ارتفاع مؤشرات الفقر في المجتمع التونسي لم يعد يحتاج إلى أرقام أو إحصاءات، فقد أصبح جليا في الشارع التونسي الذي أصبح يشهد عدد المظاهر التي تعكس تغيرات في الطبقات الاجتماعية. فقد تآكلت الطبقة الوسطى بفعل الغلاء المعيشي والتضخم المالي، وهي التي كانت تمثل العنصر التوازن الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع التونسي.
الأزمة الاقتصادية تضيق الخناق على التونسيين عموما وعلى الجمعيات والمجتمع المدني خاصة. لذا نجد الآن أصبح الأطفال والنساء ومسنون لم يجدوا مورد رزق يدر عليهم بعض الدنانير، فاختاروا اقتناء كراتين من المناديل الورقية وافتراش الرصيف والتنقل عبر مفترقات الطرقات أملا وطمعا في كرم المشتري بمنحهم بعض المليمات الإضافية لعلها تساعدهم على سد الرمق وتلبية الحاجيات الأساسية، وهي ظاهرة جديدة انتشرت بسرعة في العاصمة لتؤكد حالة التهميش والفقر التي يعيشها العديد من المواطنين. موظفون يشتكون عجز الراتب الشهري عن تغطية النفقات الحياتية أمام الغلاء المشط. المعيشة التي ما يتفاغم يوما بعد يوم ليجعلهم مجبرين على التداين أو التنازل عن بعض الحاجيات الأساسية، فهي زاد ظاهرة عن انتشار العنف والإجرام ومختلف مظاهر الفساد. بحدث ولا حرج، وتلك رواية أخرى لاختيار بعض الفئات سلك طرق الربح غير المشروع لمقاومة الغلاء المعيشي. طيب سيد زكي، في الجزائر يعني لما تقارن وضع المادي للدول ستجد الجزائر من الدول الغنية بالموارد الأساسية، دعنا نقول بما حباها الله تعالى به، لكن وضع الناس هناك فقر يزداد، وهناك حاجة تزداد، هناك مواد أساسية ما غير موجودة، إذا وجدت فستكون مرتفعة الثمن خاصة في شهر رمضان. ما رد هذا الغلاء؟ هل هو بسبب يعني أو بفعل أسباب طبيعية، مش عارف هذه الحرب في أوكرانيا وغيرها، أم كذلك وأساسا ربما بسبب سوء الإدارة؟ ليس هناك دولة فقيرة، بل هناك دولة تحسن إدارة وتوظيف مواردها ودولة لا تحسن ذلك. ما هو التوصيف الذي في الجزائر اليوم؟ شكرا، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. مرحبا. على كل حال، ظاهرة الغلاء الأسعار يعني هي ظاهرة أصبحت عالمية، لكنها عندنا يعني في البلاد المغاربية أصبحت أشد وطئا، وبأمور يعني بصفة متفاوتة بين الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وليبيا. لكنها يعني لأننا في الحقيقة احنا شعوب مستهلكة بامتياز، وخاصة بالنسبة يعني للغذاء، حيث يعني يمتلك المغرب العربي يعني أراضي شاسعة، لكنها للأسف يعني غير مستغلة بالكيفية المطلوبة. ويعني لحد الساعة ما وصلناش يعني للتنمية المطلوبة باش نقدروا ندفع على أنفسنا الفقر، ولو أننا كما قلت يعني إحنا في الجزائر يعني إحنا عدنا يعني الحمد لله يعني مورد البترول والغاز، لكن هذا المورد كان يعني بدأ، هذا وين بدأ الأسعار نتاع البترول يعني ترتفع، معناها هذه أشهر فقط من اللي بدأت ترتفع. من قبل يعني كان يسد فقط البترول نتاعنا، يسد الحاجة نتاعنا. وكذلك أكيد أنه كاين يعني ضعف في موضوع التسيير ومشكلة في الحوكمة، هذه كلها يعني بعض الأسباب اللي خلات. لكن الأمر الأساسي اللي يخلي هذه الدول يعني في الحاجة اللي راها الآن فيها، لأننا ما كاش فيها تنمية وما كاش فيها تكامل. احنا كنا نرتقب يعني أنه يكون فيه مغرب العربي الكبير هذا، وتكون فيه تعاون وفيه تكامل اقتصادي بين هذه الدول الخمسة، لكن للأسف الشديد يعني ما شفناش باللي كاين فيه تكامل، وما قدرناش نتعاون باش نحقق يعني التنمية المطلوبة. هو يا أستاذ زكي، إذا كان في البلد نفسه ما فيش تكامل وما فيش تعاون وما فيش رؤية اقتصادية واضحة يعني تدمج
المحتاج وتدمج الفقير في حينما تضع الخطط، ولا توضع الخطط على أساس الأغنياء والطبقة المتنفذة والفقير غير محسوب، هذاك دائما يعني في 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 آخر في ذيل القائمة. إذا كان دولنا فشلت في وضع رؤية اقتصادية واجتماعية لمحاربة الفقر ومحاربة غلاء المعيشة متوازنة تراعي الفقير، فما بالك بأنها تضع خطة للمنطقة المغاربية كلها؟ نحن نحكي على دول في ذاتها، الجزائر على سبيل المثال، أنت أشرت للبترول والغاز وغيره وأسعاره، لكن هذا يبقى دائما اقتصاد ريعي في نهاية الأمر، اقتصاد غير منتج، يعني تدخل أموال اليوم تستهلك بعد غدا، حينما ينزل البترول ماذا نجد أنفسنا في 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 أزمة خانقة، ولذلك ليس هناك توظيف لهذه المواد. السؤال كان المواد الآن الغالية هذه، هل هي بسبب ظروف العالمية أم بسوء حوكمة حقيقة؟ يعني بلد مثل الجزائر البطاطا فيه غير موجودة، أو البطاطا فيه غالية على سبيل المثال، ربما أغلى من البنان على سبيل المثال، الحليب ناقص، الحليب فيه طوابير طويلة جدا من أجل كيس حليب في الجزائر البلد الغني، هذا كله بسبب ماذا برأيك أستاذ زكي؟ فعلا، شوف أخي الكريم، على بالك باللي احنا في الجزائر يعني رانا خارجين من مشكلة سياسية، ورحنا يعني نتطلع إلى يعني كما نقولوا معناها جزائر جديدة وتغيير جديد، وإحنا رانا على كل حال ننتظر هذا التغيير إن شاء الله. إحنا نتمنى أن الأمور تتحسن من أساسي إلى أحسن إن شاء الله في الأيام القادمة. والتغيير تعرف باللي من الأمر موش سهل، يعني تعرف باللي يعني النظام السابق ترك يعني إرث ثقيل على يعني الحكومة الجديدة هذه، وباش هذه الحكومة الجديدة تخرج من 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 الكبوة نتاعها اللي راه فيها والمشاكل اللي راها يعني والإرث يعني الثقيل اللي راه موجود عندنا، يعني الأمر ما مش سهل صراحة. التغيير ما غاديش يجي في يوم وليلة، احنا نقولوا باللي لابد من تعاون، يعني تعاون كل الأطراف المعنية، سواء كان مجتمع مدني ولا كانت يعني سلطات عمومية ولا كان متعاون اقتصاديين، لازم كل الناس تتعاون من أجل الخروج من هذه الأزمة. رانا عارفين باللي الأمر موش ليس بالأمر الهين، رانا ورثنا يعني مصائب كبيرة يعني، وكانت فساد كبير صراحة يعني، وكان تبديد تاع أموال كبير وفساد وسرقة وكذا. الآن احنا رانا بدينا إن شاء الله نتعافى من هذه طيب أستاذ زكي، ابقى معي، سنعود للحديث عن المجتمع المدني ودور المجتمع المدني. أستاذ مهدي شخمان، نفس الوضع في المغرب، يعني في حديث بالإحصائيات على أنه هناك زيادة في الإنفاق للعائلات المغربية تصل إلى حوالي 40% خاصة في شهر رمضان، وبالتالي تكلفة مرتفعة للمواد الغذائية. هل هناك سبب واضح لارتفاع هذه التكلفة عدا الحرب في أوكرانيا؟ بداية تحياتي ومودتي الأخوية لكل القناة المغاربية عبركم كل الطواقم ديالها وكل مشاهدين في هذه الحلقة اللي هي ذات بعد اجتماعي لتنوير الرأي العام بصفة عامة، سواء المغاربية عبر الدول، وأخص بالذكر دولتنا المغربية. السيد الكريم الفاضل، أولا وقبل كل شيء، قبل الحديث عن موضوع الغلاء، لا بد لنا أن نستحضر التحول المجتمعي وثقافة الاستهلاك التي سادته منذ سياسة الانفتاح التي اعتمدتها دولتنا المغربية باعتمادها اقتصاد السوق أو ما يسمى اقتصاد العولمة، أي في إطار سياسة الانفتاح، لأن أصبحت الدولة فتح المجال ديالها على مصراعيه لكل المنتجات الغذائية الاستهلاكية
من كل الدول. كم مرة على هذه السياسة أستاذ مهدي؟ كم مرة على سياسة الانفتاح؟ الانفتاح تم انتهاجها مثلا منذ تقريبا سنوات، هذه مضت سياسة الانفتاح لأن تتحدد الدولة الدور ديالها مثلا في مراقبة السوق. أولا أصبحت الدولة مثلا تراقب مثلا السوق من منظور سميتو الجودة في المنتوجات وفي الوفرة ديالهم، وكذلك تحارب محاربة الاحتكار ولا دخل لها مثلا في تحديد الأسعار. والغريب في الأمر أن منذ مثلا سميتو قامت الدولة المغربية في الحكومة بن كيران السابقة بإلغاء صندوق المقاصة، هنا استفحلت الأمور. وبداية منذ مثلا سميتو أصبحت مثلا الأسعار ديال المحروقات ما بقاش عندها دعم من طرف الدولة، وهنا اللي خلال مثلا فتح الباب على مصراعيه ديال هذه الفوضى المجالية اللي تتسودنا في السوق. ناهيكم عن سميتو أن في ظل السوق ديالنا المغربي، في ظل السياسة ديال الانفتاح اللي هي سياسة مثلا وقت الدولة تتحدد الأسعار كما قلت، ما كاينش تكافؤ الفرص أو كان سميتو المنافسة الشريفة داخل السوق. إذن هنا تتاحت الفرصة للمضاربين والمحتكرين، وهذا هو الإشكال المطروح. إذن احنا خصنا أولا ناخذ بعين الاعتبار، احنا بعدين في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان أن الثقافة الاستهلاكية في المغرب تتفوق مثلا تتولي ثلاثة أضعاف مثلا. إذا كان مثلا الدخل ديال الفرد تحدد مثلا عنده 2000 درهم مغربية شهريا يستهلكها، في صفية رمضان تتفوق مثلا هذا سميته تتولي تضرب 3 أضعاف 6000 درهم وكذا. وناهيك وهل مجرا بالنسبة لهذو الفقراء البسطاء اللي كان عنده غير 1000 درهم تولي يستهلك مثلا 1500 درهم 2000 درهم؟ لأن هنا لما أن المغاربة مع كامل الأسف أن سميتو هما اللي تساهموا مثلا، الإنسان اللي ما تتحكمش في الاستهلاك ديالو اليومي تقدر تا هو تساهم في المضاربات مثلا وفي هذه الزيادات اللي هي مثلا ولا تتسود سميتو المنتوجات اللي هي عندها إقبال كثير في شهر رمضان. هذا إشكال. بينما مثلا أن باش نكونوا واضحين أن الدولة منذ إلغاء صندوق المقاصة والدعم ديال المحروقات، إذن فتحت الباب على مصراعيه، إذن أصبح مثلا من حق مثلا كل من سميتهم شركة الإنتاج والتوزيع ولو تتحكموا من تتحكموا في السعر. ثانيا مثلا لخذنا من منظور الاقتصادي أن السوق تسمي فيه العرض والطلب، إذن من تولي تحدد من تولي تحكم في العرض، هذو المنتجين ديال المنتوجات سميتو الموزعين ديال السيكمنت من تتحكم في العرض تقدر تحكم في الطلب، وهنا تولي مثلا الإقبال تولي الطلب كثير، هنا السعر تتحدد مثلا من خلال عرض الطلب. لكن يا أستاذ مهدي، صحيح هناك تحرير الأسعار وغيره، لكن هناك مؤسسات في المغرب لمراقبة هذه الأسعار كذلك، حتى لا تقوم الشركات بما تشاء وترفع الأسعار كما تشاء. هناك مطالب جابت حتى اعتصامات وإضرابات تطالب الحكومة الحالية، حكومة عزيزة خنوش، بتسقيف أسعار على سبيل المثال المحروقات. إلى حد الآن ليس هناك يعني اشتغال جدي نحو تسقيف أسعار المحروقات التي تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب تكلفة النقل بين هنا بين مكان التصدير وبين مكان البيع. يعني هناك آليات موجودة في المغرب، وهناك هيئة لمراقبة هذه الأسعار وعندها قدرة إمكانية التدخل. يعني كذلك هناك يبدو تقصير آخر من أجهزة الدولة في الضغط على هؤلاء المنتجين ورجال الأعمال من أجل تخفيض الأسعار مراعاة لظروف المواطن المغربي. لا يمكن أن نقول والله المغاربة هم الذين يستهلكون بزيادة، الأحصائيات تقول أنه أكثر من 16% زيادة يعني ارتفاع استهلاك أسعار الأسر المغربية، زيد في رمضان 16% الأسر المغربية في استهلاكها. هذا صحيح، هذا جانب، لكن فيه جوانب أخرى أهم أستاذ المهدي، أليس كذلك؟ لنكون واضحين أخي الكريم، للتنوير الرأي العام باش نرفع واحد اللبس حاصل أولا قبل كل شيء،
احنا باش نحلوا مثلا حتى السياسه مثلا المنتهجه من طرف الحكومه السابقه والحكومه اللي ديال اخنوش. اذا من انتهجت الدوله سياسه الانفتاح ما بقاش عندها الدوله ولات عندها محدوديه ديال المراقبه ديال الاسعار. كيفاش غادي تراقب السعر مثلا تحدد الثمن ديالو وهي ما تدعموش؟ اذا هي رفعت مثلا رفعت حتى الدعم على المحروقات، كون لو رجعت مثلا على الاقل عرفت كون ما تعرف عرف الدعم ديال المحروقات غادي نحلوا هذه الاشكالات المطروحه. باش فهمتي باش نكونوا واضحين باش فاهمك. لكن هناك مطالبه بتسقيف اسعار المحروقات على سبيل المثال، لماذا لم تسعى الحكومه لذلك؟ نقولوا لهم حقا ونبداو احنا نبداو نديروا. اذا خصنا باش نحلوا المشكل خصنا نشوفوا لسميتو التجليات ديالو ونحاولوا نفكوا مثلا الظاهره كيفاش تشكلات. لان الظاهره ديال الغلاء تشكلات منذ قلت لك انت لان الدوله ولات ما بقاتش عندها ما تحددش لك السعر اللي ما تدعمش هي الماده ديالها. تتولي تخلي لك هي تتولي فين تتدخل الدوله؟ تتدخل مثلا في الجوده ديال المنتوج وما يكونش ثاني الاحتكار ديال سميتو المضاربات فيه. واليوم راه صبحت مثلا بالنسبه لهم سميتو راه اداره الضرائب المغرب ديال المغربيه اليوم دابا راه بدات عطات اشاره عن طريق وزاره الداخليه باش غادي يبداو يبحثوا في المخازن اللي هي متواريه على الانظار ديال سميتو اللي تتخفي المنتوجات تدير باش تتسام في المضاربات وكل شيء. انا كما اشرت سابقا ان السوق كيحددوا العرض والطلب اللي تيتحكموا مثلا لسميتو المتدخلين في السوق لسميتو الفاعلين الاقتصاديين الاقوياء، لان كما يقولوا لخدينا منظور ديال العلم ديال الداروينيه الاجتماعيه البقاء للاقوى. انا المضاربين لسميتو من يملكوا راس المال يملكوا السلطه، يملكوا السلطه يملكوا الاكراه. اذا الشركات ديال الانتاج والتوزيع هما اللي متحكمين في السوق هما اللي تيحدوا السعر مثلا حتى للتاجر الصغير لانه هو وسيط ديال سميتو تيكون فيها السعر ديال المنتوج بحال الحليب بحال بعض المواد بحال المواد اللي هي استهلاكيه اللي هي تيكون تتحددها هي الشركات ديال الانتاج، بين مواد اخرين بحال هادشي ديال الخضروات وديال الاسماك وكل شيء تيخدعوا العرض والطلب في السوق ديال الجمله. وهنا فين تتولي المضاربات وتتولي لان تيبدا تولي العرض قليل باش يكون الطلب كثير، وهذا هو الاشكالات اللي مطروحه. وانا طيب لكن يا استاذ المهدي واختم معك، يعني ما اذا بناء على هذا ما دور مجلس المنافسة؟ أليس من دوره أن يراقب الأسعار؟ واش نكونوا واضحين؟ مجلس المنافسة لحد الآن لحدود من منذ اعتماد مجلس المنافسة مثلا وسميتو مني تم ديالو باقي مجلس المنافسة بعدين باقي ما حددش حتى ما سميتو حتى المضاربات اللي كاينة في السوق. ثاني سوقنا المغربية ما كاينش فيها حتى المنافسه الشريفه وما كاينش فيها تكافؤ الفرص. لا خدينا بعين الاعتبار غير مثلا غير التموقع ديال المساحات الكبرى مثلا في 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 في, في, في المدن في الاحياء الشعبيه، هذا دليل على ان سميتو هو ضربه قاضيه حتى ما كاينش حتى منافسه ما بين التاجر الصغير وما بين المضاربين الكبار. هذا راه اشكال مطروح تعاني منه حتى التجار الصغار والمتوسطين ودون ذلك، لان حتى اللي هما متمركزين في الاحياء الشعبيه اصبحت شركات كبار ديال سميتو ذوك المساحات الكبار ولاو اصبحوا بحال بيم بحال رواج بحال سميتو بحال بيم بحال شركات اخرين. انا قلت رواج هذاك موضوع اخر، بالنسبه لبيم ومن غيرهم اصبحوا مثلا متمركزين في الاحياء الشعبيه ولو تنافسوا مثلا ولو واضح جدا. استاذ مهدي ابقى معي، اعود اليك بعد قليل. سيده زينب، في تونس الان في وقت من الماضي كان هناك يعني حينما تقصر الدوله في واجبها لرعايه الفقراء والمحتاجين كان هناك مبادرات خاصه من جمعيات خيريه، ما زالت موجوده حقيقه هذه المبادرات وما زال هناك شيء من حب فعل الخير ومساعدة المحتاج، لكن هناك طبعا تقصير كبير. حدثينا عن الواقع الجمعيات الخيرية في تونس، يعني ربما كانت هناك طفرة منذ 2011 في عدد الجمعيات التي تقوم بهذا الدور، لكن لسبب ما ربما أسباب قانونية أو أسباب اقتصادية ربما آلاف الجمعيات هذه توقف عن العمل، وصار هناك ليس فقط الجمعيات التونسية من تقوم بمساعدة التونسيين بل هناك حتى بعض الجمعيات الأجنبية
التي تنشط في مجال العمل الخيري، تقدم مساعدات كذلك للتونسيين، جمعيات تركية وغيرها. كيف هو واقع العمل الجمعيات الخيرية في تونس، عملها خاصة في هذا الشهر؟ رغم الأزمات السياسية المتواصلة من عام 2011 على تونس، وبعد ظاهرة وباء الكوفيد عفانا وعفاكم الله، برغم الظاهرة وكانت الجمعيات تنشط على قدم وساق، وكان تشجيع من المجتمع والإعانات ونشاط، كان ما شاء الله الجمعيات كلها تعمل تغطية لحد هوني غياب، جات فترة غياب الدولة خاصة في الناحية الاقتصادية، وبرزت الجمعيات بما فيها الصحية والقانونية وكل شيء، وعملنا وخدمنا على مدى بعيد. ولكن في الأزمة هذه الاقتصادية، وانتم عارفين تونس خاصة توا في الفترة هذه، اللي المواطن البسيط خبزة ما عادش ينجم يلقاها، مكثر المخابز أغلقت لعدم وجود الدقيق أو الفرينة كما نقولوا احنا لهنا في تونس، وهذا يأثر على الجمعيات. رغم اللي كانت عدة جمعيات تنشط وكنا عاملين تغطية كاملة في المناطق، ثم مناطق راهي تحت خط الفقر، لا ماء ولا كهرباء ولا مستشفيات للتداوي، فما بالك بالأكل. الآن أصبح ضروري دعمهم في لقمة العيش، وأحنا كجمعيات نشطوا في تونس عندنا صعوبات متماثلة باش نزود بمواد غذائية، إذا ما كنا عندنا تراخيص وإلا نحسب على الاحتكار، عندك كمية معينة متاع مواد غذائية تحسب على الاحتكار، أنت محتكر مادة مواد غذائية ومخبيها، معناها لهنا تمشي تدخل في حد الخطايا. رغم هذا معناها نقصت عمل الجمعيات شوية، إلا بعض الجمعيات التي مدعمة سواء من طرف خارجي، وكان وإلا بعض المواطنين لهنا مسكين اللي باش يعطيك يا أخي، هو ينجم إن شاء الله ينجم معناها يفارع قوته اليومي وزاده، وعندما تغلق المخابز معناها يغلق الرزق. احنا تونس الشعب مستهلك ياسر للخبز والمواد العجين خاصة، أصبحنا نعمل بكل ما فينا من قوة على الأقل باش نجموا نوفروا قوت عيش المواطن، ما عادش حاجته بحد شيء المواطن، خطر التهميش كامل، بنية تحتية ماهيش موجودة، معناها نقاوموا على الأقل قفة المواطن أبجل من أي حاجة، من أي شيء. القوت هنا أهم من أي حاجة، وغلاء المعيشة، غلاء المعيشة نوصله، المواطن ما عادش يشوف الغلة ويشوف السمك واللحوم، هذيك ما مشيها على روحها، بدا يا دوب توفر له أكله العادي اليومي. الجمعيات تخدم، أما مش الكل، نقصت ياسر الجمعيات، برشا جمعيات ما نجموش يدعموا مساكن سواء من المواد الغذائية ولا حتى باش تمشي تشري منه. المزود أصبح يخشى أن يزوي لك مواد غذائية مخافة من الاحتكار، خاطر يحسب على الاحتكار. حتى الجمعيات فما قليلة اللي تجيهم مواد يزمى ترخيص مبكر، وباتين هما الحوان معناها العطار، نقول احنا اللي يبيع المواد الغذائية عندك كونتيتي معينة باش يبيعها، تدخل المساحة الكبرى ما عندكش الحق إلا باش تهز كيس واحد سواء من المقارونة أو من الكسكسي. معناها رانا احنا في تونس هنا هي أزمة، أصبحت من ضمن الأربع بلدان ازداد فقرا في الدول العربية، وأنتم تعلمون الساحة السياسية توك على ما هي مهمشة، تهمش الساحة الناحية الاقتصادية والناحية التنموية وكل النواحي، وأحنا بنخدموا لهنا واقفين. معنا الجمعيات شكرا لكل جمعية خدمت رغم صعوبة الموقف ورغم صعوبة الظروف، وخدمنا مش على الأقل نقصوا من العدد، احنا كنا نعملوا تغطية متاع 1500، احنا كمنظمة تونسية عطاء توصل حتى منع المناطق والولايات الكل، أصبحت لا تعمل إلا في المنطقة الصغرى وهي في تونس وبعض المناطق اللي دايرة بها، وإلا معناها ماذا بينا احنا كان تكون لنا التزويد. المواد الغذائية مقطوعة في تونس، من أين لنا احنا باش نوفروا المواد هذه؟ أنا حتى باش يمشي أنت المزود ولا باش يعطيك، معناها باش يلقى صعوبة، معناها باش يدخل فيه هو عنده كمية معينة باش ياخوها ويهبطها، يا هل باش يعطيها باش يبيعها للجمعيات، وهذاك منع. فما شكون احنا المزودين نتاعنا قالوا لنا رانا ممنوع باش نعطوكم مواد غذائية، معناها إلا ما نعرفش باش تجيبوا بوتين ذا كما نقولوا احنا رخصة نتاع باش تحل بها لهنا، ولا صعوبة احنا قاعدين اليومنا هذا
رغم المساحات الكبرى وقله كنا وقت نحطوا احنا في المساحات الكبرى مشكوره للدعم فينا، باش تحط انت سله باش يحطوا لك فيها المواد الغذائيه، اصبحت كنا نعبيوها ونوزعوا للفقراء للطبقه، تو حتى المتوسطين اصبحوا فقراء لا يستطيعون ان يوفرون قوت يومهم. تفاقمت علينا المشاكل وان شاء الله ربي يجريها على الصح كما يقول صحيح. وهذا ما يمنعش من المحتكرين، زاد احنا لهنا المحتكرين ما عندناش قوانين تشدهم ومضاربين، رغم معناها تراجعت المقدره الشرائيه بالنسبه 40% بالنسبه للتونسي لهنا تراجع كلي، انا اصبح معناها الازمه اقتصاديه وازمه غذائيه وازمه صحيه، جميع الازمات معناها في تونس لهنا، وطبعا على راس الازمه السياسيه التي تدير المشهد كله بل تزيد قتامة مع كل أسف. ربي فرج على الجميع في كل حالات. سيد زكي حريز، يبدو نفس الإشكال فيما يتعلق بالمجتمع المدني في الجزائر، هناك قوانين ربما جديدة تقيد عمل هذه الجمعيات، مفروض تقريبا رخص لكل جمعية وهذا ليس بالأمر الهين، هذا أدى إلى أن كثير من المستفيدين من الفقراء من نشاط هذه الجمعيات هذا الشهر وهذه الفترة مش غير مستفيدين بذلك. الدولة هل قدمت بديل لهذه الجمعيات التي توقفت عن العمل بسبب هذه القوانين الجديدة؟ نعم شكرا. على كل حال الوضع نتاعنا في الجزائر بصراحة يعني أحسن بكثير يعني من الوضع في عند إخواننا في المغرب ولا إخواننا في تونس. بالنسبة للمجتمع المدني والجمعيات، على كل حال القانون معناها راه بصدد إعداد يعني قانون جديد للجمعيات، راه في يعني في الدراسة باش يعوض القانون تاع 1206 هذا اللي كان شوية قانون مشحف، ولكن حتى يعني الآن بدأت يعني بوادر الانفراج يعني في الجمعيات، حتى بعض الوثائق اللي في تأسيس الجمعيات راهم أصبحت غير مطلوبة، مثلا الوثيقة نتاع معناها الكازي جوديسيير نتاع هذا نحاوها يعني من تأسيس ولا تجديد الجمعية، من سموه بعض الوثائق أصبحت يعني راه كاين نوع من الانفراج، يعني كاين نوع من الانفراج، وإن شاء الله احنا ننتظر أن القانون الجديد نتاع الجمعيات اللي سوف يصدر بعد معناها الدستور الجديد سوف يخفف، حتى يعني في المواد نتاع الدستور الجديد يعني كاين إجراءات جديدة ويعني وأشياء مليحة يعني بالنسبة للجمعيات تسهل النشاط الجمعوي. احنا نتمنى ان الامور ان شاء الله في الايام القادمه تكون افضل بكثير. بالنسبه لنشاط الجمعيات الخيريه، الحقيقه نشاط كبير يعني تقوم به هذه الجمعيات الخيريه باش يعني تخفف العبء وتخفف الوضع على الفقراء والمساكين اللي المحتاجين من يعني توزيع قفة رمضان مثلا الى الإفطار الجماعي الموجود، فكل هذه معناها الإجراءات هذه والمجهودات اللي راهي تقوم بها على كل حال الجمعيات الخيرية والجمعيات المجتمع المدني بصفة عامة راحت يعني هي يعني مشكورة عليها ويعني عندها أثر يعني إيجابي في واقع الناس. على كل حال احنا كما كان تكلم الاخ من قبل الاخ من المغرب، احنا ايضا نفس الاشكاليه في قضيه الغلاء، احنا المشكل الغلاء هذا وارتفاع التكاليف نتاع الحياه يعني جانا من يعني كاين تراكمات كثيره من بين الاسباب الكبيره اللي راجعنا، اولا اعتمادنا يعني على الاستيراد للاسف الشديد، يعني احنا تقريبا نقدر نقول 60 ولا 70% من الحاجيات الاستهلاكيه تاعنا نستوردها من الخارج، سواء كانت مواد اوليه ولا مواد نصف نهائيه او يعني مواد نهائيه. هذا من جهه، من جهه ثانيه العمله تاعنا تقريبا يعني خلال 3 سنوات فقدت اكثر من 40% من يعني من قيمتها، الدينار فقد اكثر من 40% يعني بالنسبة للعملات الأجنبية، هذا اللي خلى يعني التضخم يزيد،
كما قال أحد الوزراء نتاعنا قال أن التضخم أننا نستورد التضخم، يعني التضخم راه موجود في العالم وإحنا رانا نستورده، يعني وما زاد الطين بلة أيضا هو غلاء معناها النقل البحري. تصور أنت كانت الحاوية نتاع يعني نتاع النقل البحري من الصين إلى الجزائر مثلا يعني سعرها كان 3000 دولار، الآن الحاوية أصبحت تسوى 20 حتى 22 ألف يعني دولار. فهذا أمر يعني طيب، لكن هنا غريب مرة أخرى أستاذ زكي نعود مرة أخرى نعود إلى مسؤولية الدولة، يعني دولة مثل الجزائر لها الإمكانيات المادية، لماذا لا تصنع غذائها بنفسها؟ المساحات الشاسعة هذه الموجودة في الجزائر لماذا لا تنتج قمحا تستغني به عن قمح أوكرانيا ولا روسيا؟ قصدي أن هناك تواكل ليس يعني من هرم السلطة شاسع. نفسه تواكل يعني فعلا ليس هناك حتى النظرة الاقتصادية مبنية كلها كما قلت أنت على الاستهلاك والاستيراد، ليس هناك أي نظرة ثورية حقيقية يعني تنتج أنك تأكل ما يعني ما تزرعه ما تنتجه أنت. لماذا هذا التقصير بالإضافة إلى أنه حتى المواطن نفسه تعود في كثير من الأحيان، مش جميعهم لكن كثير منهم تعودوا بثقافة هذه الاستهلاك والشيء الحاضر، في حين أنه هو قادر نفسه كذلك يعين نفسه بأن ينتج وأن يزرع ما يستهلكه من بطاطا ومن طماطم ومن فلفل وأشياء كثيرة، لكن عندنا مشكل ثقافي أستاذ زكي في هذا، يبدأ من هرم السلطة وينتهي بالمواطن في الأسفل كذلك. فعلا هي الآن على كل حال هو يعني فيه يعني تفكير وفيه خطة جديدة إن شاء الله أن الجزائر تنتقل من الأمن الغذائي نتاعها إلى السيادة الغذائية. الآن حسب يعني بعض الدراسات تقول باللي 55% من الكالوري يعني الحريرات اللي يتناولها الجزائري مستوردة من الخارج، معناها احنا ننتجو 45% و55% يعني جينا للأسف من الخارج، ويعني وما زاد الطين بلة هذا يعني الحرب القائمة يعني هذه سوف يعني تزيد المشكل يعني وطأة، وتصبح حتى الموارد يعني نتاع البترول لا تكفي من أجل شراء. تعرفوا باللي القمح الآن كان يسوى يعني في السوق العالمية 150 يورو، الآن راه يسوى 450 أورو، راه مرشح حتى للارتفاع. يعني هذه هي الإشكالية أنه الآن راه كاين يعني فيه يعني نفس جديد وفيه تفكير جديد باش يعني الدولة تضع يعني كل الإمكانيات للمزارعين باش يقوم يعني باش يكون باش تكون هناك يعني نوع من يعني اكتفاء ذاتي، خاصة في الزراعات الكبرى كما القمح والشعير وغيرها، وكذلك حتى في جزء من يعني الزراعة نتاع البلسم هذا الزيتي هذا، يعني كاين فيه نوع من الحراك يعني في هذا المجال، لكن للأسف يعني الأمور تمشي ببطء ماهيش بالسرعة اللي المطلوبة حتى يمكننا يعني في أقرب وقت أننا نصل إلى هذا هو المشكلة أستاذ زكي. هذا هو المشكلة، الأفكار موجودة، المشكلة السياسات هي الغير موجودة، الأفكار موجودة وكلها يعني المشاريع كثيرة، لكن أنه ليس هناك إرادة سياسية حقيقية في الاكتفاء الذاتي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لأنه مع كل أسف يقول كثير من المتابعين هناك لوبيات تستفيد من هذه الوضعية، ولا بد أن تبقى هذه الوضعية بهذا الشكل، وكأن دولنا ممنوع عليها أن تحقق اكتفائها الذاتي بفيتو فرنسي ولا أمريكي ولا غربي ولا لا أدري من أين جهة، أنك لابد أن تشتري مني. ولذلك ما ينتج في الجزائر تقريبا نسبة كبيرة منه، لا أدري نسبتها، لكن نسبة كبيرة يعني مهيئة للتصدير، يعني ليس للاستهلاك الداخلي، في حين أنه الاستهلاك الداخلي يقع استيراده من الخارج، وهذا واضح أن هناك أطراف
مستفيدة من هذا الوضع، تريد أن يستديم وأن يبقى كما هو مع كل الأسف. أستاذ مهدي، يعني المجتمع المدني في المغرب ما الدور الذي يقوم به، خاصة وأنه أود منك كذلك أن تجيبني على هذا، أنه غلاء المعيشة يشكل خطر حتى على الأنظمة السياسية، لأنه غلاء المعيشة يؤدي إلى ثورات، كثير من الثورات ما يسميه البعض ثورات الجياع كانت بسبب غلاء المعيشة وعدم قدرة الناس على أن يقتنوا قطعة خبز. يعني في تونس الآن 21% نسبة الفقراء تزداد، كما قالت السيدة زينب ما تحتاج إلى إحصائيات، أنت تشوفها في الشارع وحدك يعني تلاحظها مباشرة. فألا تعي هذه الأنظمة أنه غلاء المعيشة وعدم تدخلها لإيقاف هذه اللوبيات التي تستفيد من قوت المواطن العادي، أنه هذا يؤثر على استقرار البلد واستمرار هؤلاء في الحكم؟ أخي الفاضل، لنكون واضحين وعقلانيين في تحليل الظاهرة السياسية. أولا في مغربنا كما تعلمون أن كل نظام سياسي له ثقافة سياسية تسوده وتنظر مثلا لكل نسمة، وهنا الثقافة السياسية في المغرب انتهجت بما يسمى اقتصاد الريع، واقتصاد الريع ولي تستفيد من واحد فئات مجتمعية لركمة المال والعمال، واستفدت مثلا من خيرات ديال الدولة اللي تفوتت لها مثلا عن طريق هذه اللي خلقت إشكال، وهي اللي أصبحت عالة مثلا على المجتمع المغربي واللي كرست فيه مثلا الطبقية اللي تتسود دابا. لأنك في المغرب ما بقتش عندنا مغرب وبعض الدول كلها بصفة عامة، باش ما نحاولوش نخصصوا على المغرب بهذه الظاهرة في ديال التحول ديال الاقتصاد العولمة لساد العالم كله منذ انتهاج السياسة النيوليبرالية النظام العالمي الجديد اللي تحكم كاع في الأنظمة كلها، ولا أصبح هو اللي ينظر عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هو اللي ولا تنظر السياسات ديال الدولة، وخص الدولة وحتى الدولة المغربية ديالنا حنا سميتو استجبت مثلا لهذا المطلب الاساسي ديال صندوق ديال النقد ديال سميتو النقد الدولي ولا سميتو البنك الدولي، باش حاولت تسميتو ترفع السعر، ترفع صندوق المقاصة على الدعم ديال صندوق المقاصة باش تدعم المنتجات اللي كانت هي منتجات استهلاكية ديال الفئة المعوزة الفقيرة وكل شيء. كما تعلمون آفات الفقر هي ليس ولدت اليوم، لقد سادت كل الشعوب عبر التاريخ إلى يومنا هذا. بينما في مغربنا اليوم أصبحت عندنا الطبقة العليا والطبقة السفلى، بينما الطبقة المتوسطة اللي هي كانت صمام الأمن ديال المجتمع ضمحلات ما بقتش في الوجود. ثانيا الغريب في الأمر أن هذه السياسة اللي منتهجة السياسة ديال اقتصاد الريع كرسات مثلا فهاد اللي ركموا المال والعمال اللي بقاو متحكمين حتى في سميتو في القوت اليومي ديال العمال ولا الموظفين وغيرهم، لان ما واكبتش مثلا سميتو هذا التحول ديال هاد السوق ما واكبتوش مثلا زياده في الاجور كل شيء باش تعاود تدخل تنتعش الاسر مثلا باش تحاول تغطي. اليوم ولات تسودنا بما يسمى العبوديه المقنعه، ولا الانسان مثلا راهين تيستهلك واحد القدر من نسميته من الماهيه ديالو الشهريه اللي ما تقدرش تغطي له الحاجيات ديال او المطالب ديالو اليوميه عبر الشهر. وهنا تيولي يستدن مثلا من نسميته من ابناك ومن كسلوكات، وهذا اشكال اللي تيكرس ثاني تيكرس الفقر وتيكرس العواجز في المغرب. وحنا من هذا المنظور تنطالبوا مثلا اولا باش خص اعاده السياسه الثقافيه ديال النظام السياسي ديالنا حنا تنعني به الحكومه دابا، اللي الحكومه ديال رجال المال والعمل اللي كاينه اليوم، اللي هي مثلا سميتو باش ما نحاولوش نضحكوا على الاثقال، خصهم يعاودوا النظر. مثلا ناخذوا حنا غير السياسه المنتهجه في انجلترا خرجت منها، لغات مثلا سميتو نظام ديال العولمه وصبحت تتحدد هي الاسعار وتتحكم في السوق. اذا خصنا حنا ننتجوا هذه السياسه باش نحاولوا حنا نتداركوا هذه الاختلالات اللي كاينه ونتداركوا عاوتاني هذه العواجز وهذا الفقر
اللي غادي تسودو افه، هو افه اجتماعيه وغادا تكرس عبر سميتو اللي غادي يقدر يكون ضغط كبير وغادي يخلق لنا اشكال ربما. شكرا. ربيع عربي جديد وربما غادي يكون يسود المغاربه، يسود سميتو الدول المغاربه بصفه عامه، وكاع الانظمه مثلا اللي هي فيها الفقر والعواج تسود المجتمع ديالنا. شكرا جزيلا لك أستاذ مهدي شخمان، القيادي في النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، كنت معي من الرباط. الشكر للسيد زكي حريز رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين معي من الجزائر، وسيدة زينب العنابي رئيسة المنظمة التونسية عطاء كانت معي كذلك من تونس. شكرا جزيلا لكم جميعا، وهو فعلا موضوع يستحق العودة والرجوع مرة أخرى و دراسة هذا الوضع المعيشي للمواطن المغاربي الذي فعلا بات يهدد الاستقرار في هذه المنطقة، في ظل طبعا عدم قيام الحكومات بواجبها تجاه مساندة وإسناد هؤلاء المحتاجين والفقراء الذين يزداد عددهم باضطراد. إلى هنا نأتي مشاهدي الكرام إلى نهاية برنامج تكافل لهذا اليوم، موعدنا يتجدد في لقاءات أخرى. صح فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله.